يقول سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله: العداء لهذه الدولة عداء للدين، وأساس الدين التوحيد. ويقول شيخنا الشيخ محمد بن صعثمين رحمه الله: لو ما يأتي هذه الدولة إلا تحقيق التوحيد لكفى. ثم يسأل ويقول: وهل تحقيق التوحيد أمر هين؟ وانظروا إلى ما هو كائن حولنا، ترون ذلك عيانا بيانا. ولذلك يقول الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فإذا دافع الإنسان عن هذه الدولة التي قامت على التوحيد وطبقت شريعة الله وخدمت الحرمين الشريفين والإسلام والمسلمين، فإنه مدافع عن التوحيد وعن دين الله عز وجل، لأنها هي مأرز الإيمان. والبقية الباقية ممن يسير على تطبيق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يشهد بذلك القاصي والداني ويقر به العدو قبل الصديق. وما وجهت السهام المسنونة المسمومة المحدودة المبغضة الكارهة لهذه البلاد إلا لأن الأعداء الظاهرين والمستخفين يعرفون أنها الحصن الحصين والبقية الباقية لدين الإسلام العظيم. فإذا الإنسان أحسن القصد وأخلص النية وبذل الجهد قولاً أو فعلاً وعبر أي وسيلة متاحة، وخصوصاً وسائل الإعلام التقليدية وما يسمى بوسائل التواصل الاجتماعي في هذا المقام، فليبشر بالخير وهو مأجور، وسترتفع درجاته وتزداد حسناته.